حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا عمار بيت القصيد، حيا الله أهل بلاد الرافدين، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، مجددا إلى سوريا التي نحب، سوريا الشعر والشعراء، سوريا القصيدة النازفة والجراح الراعفة، سوريا عمر أبو ريشة والعديد من الشعراء الذين حفروا أسماءهم في وجدان الأمة ونقشوه بمداد من نور في صفحات التاريخ. معنا اليوم شاعر من بجي، من مدينة منبج في سوريا الشعر والقصيدة، ضيف هذا العدد من بيت القصيد الشاعر والخطاط السوري الأستاذ عبد الجليل عليان. حياكم الله أستاذ عبد الجليل، وأهلا وسهلا بكم، حللت ضيفا عزيزا في بيت القصيد. حياك الله وضياك أستاذ مصطفى، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأرجو أن يتكرر هنا وفي القدس وفي بغداد إن شاء الله. وما ذلك على الله بعزيز، هذه أمنية نفتتح بها هذا العدد الذي يطيب بتشريفك لنا في استوديوهات الرافدين هنا في برنامج بيت القصيد. نتمنى لأمنيتك أن تتحقق. وانطلاقا من هذه الأمنية أستاذ عبد الجليل، وقبل الذهاب إلى الشعر، دعنا نتحدث عن هذه الأمنية بالتحديد. ما الذي ينقصنا كأمة واحدة حتى نحقق هذه الأمنية، أن يكون مثلا بيت القصيد يوما في بغداد ويوما في القدس، ربما يوما ثالثا في دمشق؟ وما المانع؟ يعني بإذن الله، ووعي الشعوب، الإصرار على الكفاح، الاستمرار، نعم، لا بد أن يثمر. المطلوب حتى يثمر وعي الشعوب نصرا على أرض الواقع ويتحقق هذا الحلم، ما الذي ينقصنا بالتحديد من ناحية عملية باعتقادك؟ لا بد من استمرار الأحرار في على طريق الوعي، نعم، والعمل على هذا الأساس، والصبر والمثابرة، نعم، يعني لابد. دعنا نتحدث الآن عن نماذج من الواعين أو الذين أسسوا لبناء وعي في وجدان وفكر الأمة. لنأخذ عمر أبو ريشة، وهو شاعر سوري واجه دكتاتوريات يعني بقوة الكلمة وبكلمة القوة أيضا. دعنا نتحدث عن تأثير الشخصيات الفاعلة في المجتمع حينما يكون فكرها نيرا وساطعا، وكيف يمكن لها أن تؤثر في وعي الناس وتقودهم إلى الطريق التي تفتح الباب أمام الشمس. حسنا ذكرتني. أبو ريشة رحمه الله، وهو بناء شاهق إنسانا وفنا وعملا، الرجل كان صاحب موقف، نعم. ميزته ليست في تفرده في البناء الشعري، وإنما رفع هذا البناء حقيقة. هذا الرجل عمر أبو ريشة، الرجل الذي كافح طويلا وصبر واجتهد وحافظ على رجولته ومواقفه القومية النظيفة، الوطنية والقومية النظيفة، حتى أنه كان يكتب، وأنت ذكرتني الآن بهذه معاناة الشعراء قديما، يعني كان يكتب أبو ريشة، هذا الرجل الذي سجن وعذب أيضا على فكرة أيام الاحتلال الفرنسي، كان يكتب النصوص، نعم، وقد ذكر لي الأستاذ مصطفى عكرمة هذا الكلام، لأنهم كانوا يلتقون في مجلة الثقافة في أين مقر؟ عند الأستاذ مدحت عكاش في دمشق، نعم، كانت معروفة مجلة الثقافة، كانوا يلتقون باستمرار هناك، كانوا يلتقون باستمرار يعني كبار الشعراء الدمشقيين، نعم، السوريين، وأنا اجتمعت هناك بمدحت عكاش رحمه الله ومصطفى عكرمة آنئذ، يعني والذين كانوا يجتمعون مع عمر أبو ريشة اجتمعت معهم أيضا هناك في نفس الدار. كانوا يكتبون الشعر على الورق، لم يكن تكن آلات استنساخ يعني هكذا، فالقصائد كانت خاصة الممنوعة يعني، نعم، فكانوا كان الشاعر يكتبها وينسخ نسخ كثيرة باليد، كتابة باليد ويوزع. يا الله، يعني عمل متعب، يقوم يعني بكتابة القصيدة ومن ثم نسخها في أكثر من نسخة نفس الشاعر. ويحسب لأبو ريشة أيضا أنه، نعم، عندما النظام الانقلابي في دمشق عندما حكم لم يهادن أبو ريشة ولم يدخل سوريا،
وعاش خارج سوريا، لا لم يقبل أن يسكن سوريا متقطعاً يعني. فما هذه القامة يعني؟ سنتحدث بعد أن نستمع إلى القصيدة الافتتاحية منك، سنتحدث في موضوع مختلف قليلاً، وهو الضريبة التي يدفعها الأديب الحر من أجل التمسك بمواقفه. خذنا إلى شمس الضحى أو إلى أي قصيدة تحب أن تفتتح بها هذه الحلقة. نعم، الضريبة وأبو ريشة قلنا هذا الكلام، دفع الضريبة الغربة. نعم، كان منذ أن غربوه كما يذكر يعني، غربوه في العمل كسفير. نعم، هو لم يشأ العمل كسفير على فكرة يعني. سنتحدث بالتفاصيل بعد الاستماع إلى القصيدة الأولى. هل ستقرأ شمس الضحى أم قصيدة ثانية؟ نترك شمس الضحى. لا مشكلة، لك أن تبدأ نقرأ بالنص الذي تحب، تفضل. على ذكر أبو ريشة، نحن الذي عاش مغربا قبل صعود النظام الحاكم الآن في دمشق وبعده. نعم، يعني عاش مغربا في الحالتين. إلى القصيدة إذن، وشيء من أبو ريشة. أبو ريشة، هذه القصيدة يعني كتبتها بحيث أن تعبر عنه وعن شعره. نعم، ويعني برؤية عبد الجليل الناقد كتبتها. تفضل. هو كان في لقاء لنا مقرر في مهرجان بدوما سنة 90. نعم، وقبل بشهر تقريبا يعني، قبل موعد المهرجان دوما، هذه في ريف دمشق، توفي. نعم، أبو ريشة رحمه الله. نعم، كان مقرر أن أكون أنا وهو في هذا المهرجان رحمه الله. يعني رحمه الله، فبالنسبة لي كانت خسارة يعني أنني لم أجتمع به في هذا اللقاء. اقرأ علينا القصيدة. كتبت هذه القصيدة. تفضل. لعب الجمال مع الهوى بكياني، حتى تلاعب خافقي بلساني. لعب الجمال مع الهوى بكياني، حتى تلاعب خافقي بلساني. فطرقت أسماع الخلائق شاكيا ظلم الجمال وغربة الأوطان، وطفرت في الآفاق أنثر لوعتي للزهر والأطيار والإنسان. إذ بي لدى العلياء ألمح شاعرا هز الوجود برقة الألحان، فوقفت أرمقه يعانق نجمة فوق الثريا ساطع التبيان. يهب القصائد ظلها وحرورها من مقلتيه وحرقة الأجفان. فإذا القصيدة عالم متكامل متناغم الأشكال والألوان، سحرية التكوين تحضر عنده طوع الخيال وفكرة الفنان. الله الله. إن أقبلت هيفاء يشمخ صدرها بالكبرياء وعفة الأردان، أو غردت حسناء رجع صوتها لحن الخلود الآسر الفتان. يا للعذارى إذ يسلسل ثغرها خمر الأنوثة من فم الريان. أيقونة في السلم لكن في الوغى جيش يدك معاقل الطغيان. أيقونة في السلم لكن في الوغى جيش يدك معاقل الطغيان. هو ذلكم عمر وذلك شعره ظل على الأيام يعتنقان. ظل على الأيام يعتنقان ويعتنقان كل حرية، كل مبدأ يسمو بالإنسان و بتجذره بالأرض التي ينتمي إليها. دعنا نتحدث الآن ولو بشكل قليل بعيدا عن عمر أبو ريشة، عن رأيك وفكرتك الخاصة بالأديب أو الشاعر أو كل صاحب فن يحمل مبدأ وموقفا يدافع عنه. ما المطلوب من هذا الأديب حتى يكون صادقا مع نفسه قولا وفعلا؟ أن يكون منسجما مع نفسه دائما. هذا يعني إذا لم تكن له مصداقية فيعني لا يعمل. نعم، لا يعمل أفضل له. والجمهور يميز، يعني هو يجب أن يحترم الجمهور. نعم، على الكاتب، على الأديب، على الشاعر أن يحترم الجمهور. الجمهور يميز، وإذا
يعني صادر الجمهور سمي يعني سنح له أن يصادر الجمهور في فترة ما شاعر ما، التاريخ لن يحفظ هذا. نعم. أرجع أذكر بقيمة التاريخ السابق واللاحق. يعني التاريخ لا يحفظ إلا يعني ما ينفع الناس، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحسنت. أبدا. طيب دعنا نقارن ما بين كفتين، مثلا شاعر صاحب موقف قوي منتمي للإنسانية، إلى المظلومين، إلى الأبرياء، إلى كل الباحثين عن الحرية، حتى وإن كان شعره بسيطا متواضعا، في مقابل شاعر ربما لمع نجمه وشعره وبلاغته لكن موقفه كان متراوحا ما بين الصمت أو مهادنة الظالمين، أي منهم باعتقادك سيكتب التاريخ له خلودا؟ الشاعر نفسه لا يكتبه التاريخ أحيانا. نعم. هو شاعر في نفسه، هذا يعني شاعر حاله، شاعر نفسه. نعم. لا يكتبه التاريخ، وإن كتبه لا يكتبه بالقلم الذي يتمناه هو. يعني يقال وقد قيل، لكن قيل ماذا؟ يعني الآن يعني ممكن أن يكون إنسان مشهور بالمعتوه ومشهور، يعني ما هو إنسان حكيم ومشهور، أين الشرف في الموضوع؟ نعم. القيمة في... طب أنا أريد أن أسألك أنت كعبد الجليل عليان، كونك شاعراً، نتحدث عن مثلاً شاعر معين متواضع بتجربته الشعرية لكنه عملاق بمواقفه الإنسانية والأخلاقية، في مقابل شاعر ربما كان عملاقاً بتصاويره البلاغية ولكنه منزوي عن الناس ومعاناتهم، إلى أي من الشاعرين والنموذجين تصطف أنت كعبد الجليل عليان بصراحة؟ هلا يراد أن يكون الإنسان موضوعياً، يعني تفضل. عندما نجري دراسة موضوعية نقول فنياً هو كذا وأحسن لكن أين القيمة؟ نبحث عن القيمة، سواء اشتغلنا في الموضوعية، في النقد والتذوق، في الأخير لماذا كتب؟ وأهم نظرية هي النظرية التي تدرس الشاعر مع شعره. أحسن. لا تفصل الناس عن الناس. أنت قلت عبارة خطيرة جداً، نبحث عن القيمة، باعتقادك هل الجمهور اليوم من المتلقين للشعر العربي على اختلاف مشاربه وتوجهاته ومدارسه الحاضرة والمطروحة على الساحة الأدبية على امتدادها، هل ترى أن المتذوقين والمتلقين فعلا لديهم تقييم منطقي وسليم تجاه ما يقرؤون؟ أنت ترى معي ذلك أستاذ مصطفى، يعني نحن الآن نشهد نهضة شعرية ونهضة في الوعي ونهضة في التذوق. نعم. في نهضة بالكتابة على فكرة، يعني الآن الشعراء عندنا شعراء فنيا، خلينا نحكي. نعم. عندنا شعراء الآن يكتبون يعني يضارعون المتنبي وربما يكتبون أحسن، يعني الله جميل. والله يعني إيه جميل على خطورته وخطير على جماله. نعم نعم نعم، يعني فنيا، وحتى منهم من جمع الفني مع الآن في شعراء يعني يجمعون بين الفني وبين المبادئ والقيمي وبين المضمون، يعني وقيمة المضمون. نعم. نعم. وأحسنوا. ماذا كنا نريد أن نقول؟ ما هو السؤال؟ إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة القيمة. نعم. هل ترى أن الجمهور فعلا يبحث عن القيمة في النص الأدبي، أم هو يبحث عن شخص معين قلت يذهب وراء ملذاته وراء لهوه؟ عندنا نهضة في الإبداع وتقابلها نهضة في التذوق وفي التمييز. وهذا الربيع العربي يعني حرك الأجواء، الماء الراكد الآسن في الفترة السابقة وفترة الانسداد السياسي ذهب، الآن صحيح نحن في فترة فتن وقمع. نعم. وما استتبع الثورات، يعني نعم الثورات الربيع العربي يعني، لكن كل هالاستقلاب هذا رافقه وعي، عم بيصنع وعي. نعم. قبل أن نتحرك الماء الراكد، قبل أن نتحدث قليلا عن العراق في إطار الحديث وليس القصائد، دعنا نذهب إلى قصيدة جديدة ومن ثم نذهب إلى حديث عن العراق شعرا وحرية. تفضل الآن بقراءة القصيدة التي ترغب بقراءتها علينا، لك الكلمة أستاذ عبد الجليل. لا مشكلة، لك أن تقرأ ما تحب. أنت تذكرني بالعراق. نعم. وهنا عندنا نص. تفضل. عندنا نص يذهب إلى العراق. خذنا إلى نصك إذن الآن. تفضل. من جانب الأموي.
ويقال عندك حمائم في الحرم النبوي في المدينة المنورة. نعم. صلى على سيدنا محمد. وعندك حمائم هنا في الفاتح وأخواته. نعم. وعندك حمائم في المسجد الأموي. عندما فلشوا العراق كنت أقف عند الجامع الأموي وأرى هذه الحمائم. كان ذلك متى؟ 2007 الآن. يا الله. كلام قصيدة قصيرة. تفضل. فيها رسالة. أنا مضطر الآن أخذ دور الشارح لأن الشراح والنقاد لا أراهم يواكبون الشعر. وأرى كثيرا مما ننشر يذهب يعني ما يشبه الهباء يعني في الهواء. نريد شرحا مقتضبا لأن الوقت ما تحمله من القصيدة يعني. نعم. أحببت أن أنوه أن فيها تنويه إلى ضرورة التأكيد على الظاهر. نعم. على يعني على وعدم الذهاب مع التأويل. يعني في فترة عندما يراد التمييع في فترات التمييع السياسي أو الفكري عندما يراد التمييع ماذا يفعلون؟ نعم. يقومون بالتأويل، يستخدمون التأويل لقلب الحقائق حتى لو كانت ظاهرة، إخراج فكرة النص عن مضمونها ومقصدها التي قصدها كاتبها. نعم. وحتى القرآن الكريم ما سلم من هذا الكلام. نعم. الآن أنا أتذكر آية كريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقفت عند كلمة ومن رباط الخيل، دائما كنت أتوقف عندها. لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ألا يذكرها؟ لماذا ذكرها؟ هم أولوها الآن ووقفوا طبعا لزماننا يعني. نعم. وقالوا ما عاد خيل، الآن دبابات وطائرات. طالما فكرتي، وهذه أوصي يعني وأرجو أن تنتشر ويعمل تفضل. بها يعني رسالة يعني أرسلها لأمتنا. تفضل. الخيل، أوصي بالخيل، أوصي بالخيل، وذكرت نوهت بهذا. خذنا إلى القصيدة الآن. في القصيدة. نعم. ويقال إن حمائم الأموي من أرض الحجاز تطايرت، هيا حمامات الشآم إلى العراق تطايري، في ذا الدجى هل أبصرت عيناك أسراب النسور؟ قم أسر بالشقر الأصيلة من غيابات العصور، ما دام في الترتيل هذا ظاهر، هل كان تغليب المؤول غير زور؟ أو يبحث العقلاء عن شمس الظهيرة في أويقات السحور؟ يا راقدين على ضفاف الحلم، يا راقدين على ضفاف الحلم نومات الأرانب، لا تعجبوا إما صحوتم في سواد الطمي أو أصبحتم خلف الثعالب. عندما قرأتها في حلب هذه القصيدة. نعم. يعني امتعض مني الشعراء والنقاد الذين كانوا حاضرين وقالوا هذا مما يعني لا يحسن بالشاعر أن يذكر مثل هذه الألفاظ. فقلت لهم وما الرسالة التي تكلمت بها؟ وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. عموما الآن سنخرج أنا وأنت لنتابع بمعية الجمهور الكريم قصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نعود، ما رأيك؟ مشاهدينا الكرام، إذن نخرج وإياكم الآن لهذه القصيدة إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نواصل في هذا العدد من بيت القصيد، ابقوا معنا. إلا من الإيمان، إلا من الإيمان نحن عراة، أقسى الهزائم أن تموت الذات، أن لا يظل دم يقاوم قاتلا ودم الكرام تلفه الطرقات،
ويؤله العرش المذهب من دم لنظل نعرف أننا نكرات وهزيمة أن نتقن التصفيق في بلد تقامر باسمه السلطات. الموت أن يحتل ورد دمشق من بردى إلى بردى ولا لاءات، وتغلق الأبواب نحو الله بالبارود حين بيوته سكنات، وتهدم إذنة لأنك صوتها لترى مكان الله فيك منات، وتشوه الأرحام حتى يولد الإنسان شبيحا يداه جنات، كي لا تمر بباب والينا يدا شاك ولا تتجرأ الآهات، كي لا يقاتلهم أبو بكر إذا منعت عن الشعب الفقير زكاة. الموت أن تمتد من وجع فتختصر امتداد جراحك الصلوات. الدين أكبر من عمامة راهبا في الدير، حشو بياضها لعنات، هو فوق أن يحتل خمس حرامهم جيبا وأن تتشعوذ الآيات، وتكون نصف ضحية أو بعضها أو كلها والقاتلون حمات. أحرى بهذا الجيش أن يبكي على تاريخه، تاريخه عورات، أن يرفض الموت المؤجل تحت طاولة السلام وحربه صفقات، ويرد جزءا بيع من وطن بلا وطن ولاة الأمر فيه غزات. ما بيننا دبابة مشبوهة وقيامة مقسومة ورفات، ما بيننا ليس الحوار وإنما ظل لخيمة لاجئ وشتات، عبث الرصاص طبيعة المنفى وهابيل القتيل وقاتل وغوات، ودم بلا ذنب وذنب من دم ويد مخضبة ومعتقلات. 50 عاماً 50 عاماً والطوارئ لم يزل قانونها وعلى الربيع جبات، من غرفة التحقيق حتى غيرها يكفي لتعلن ثورة مأساة. 50 عاماً والطوارئ لم يزل قانونها وعلى الربيع جبات، من غرفة التحقيق حتى غيرها يكفي لتعلن ثورة مأساة، يكفي لنعلن جرحنا العربية في وجه البلاط وتبدأ الثورات. الثورة الكبرى تمرد شاعر يغتاله باسم الولاة نحات، هي لا إذا النعم الدنيئة بايعت في مجلس النواب هو عاهات. الثورة استحضار آخر قطرة من ماء غيم لم يقله ولاة، لتشف عن شوق السنابل للمدى المفتوح لا سجن به وطغاة. سنظل رغم الجرح نعلن ضوءنا، إما الشهادة أو تعز حياته، ويظل طفل دون عشر واقفا من حوله تتقزم القامات، يشدو ويكتب فوق جدران المنى أحلامنا وتقاتل الكلمات. حسبي بأن الله يمهل ظالما والظلم في ميزانه ظلمات، سيحارب القرآن آخر أهله ويحارب الإنجيل والتوراة. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا الآن أذكركم بضيفي هذا العدد من بيت القصيد، معنا الشاعر السوري ابن منبج الشعراء الأستاذ عبد الجليل عليان. مجددا وبلا مقدمات نذهب إلى الشعر، تفضل. بدون مقدمات تفضل. الهم الجميل. إذا النهار تولى بالغ الأثر، هي تقول
إذا النهار تولى بالغ الأثر وأتبع الليل جيش الهم في أثري، سهرت حتى انسدال الجفن في شغل وربما نمت كالأسماك في النهار. وتقول: الهم همي وعزف الموج أغنيتي، لا كالغريق يعاني موجة الخطر، لا حل عندي فأفتي بالهوى أبدا، أو عقد عندي فأعطي الحكم بالسهر. أكافح الهم كم ألقى بشاشته، ويقبل النوم كم ألقاه بالفكر. يعالج الحب قلبي دون ما غرر، وأحسب الحب عندي ليس في غرر، وأحسب الحب مثلي ليس في غرري. يعالج الحب قلبي دون ما غرر، وأحسب الحب مثلي ليس في غرري. هو الحبيب الذي أشتاق صورته، وكم حوالي في الراجين من صوري. إن غبت عنه يراني في مجالسه، أو غاب عني أراه النور في البصر. إن غبت عنه يراني في مجالسه، أو غاب عني أراه النور في البصر. الله الله. إن مر يسعدني أني ألاحظه، وكم ألاحظه ينسر بالنظر. يا من رآنا وغض الطرف معذرة، أتم إحسانك الأيام بالعدل. عداك شوقي، ما زالت هي تقول: عداك شوقي إذا غنت ملامحه، وحار بوحا وقبل البوح لم يحيري. يا أخدة الشوق في حب بلا أمل، كأنه أمل في دارة القمر. لكن وهما يرى الآمال دانية، يدني بكفي من النوار والزهر. وأسأل النفس عن هم يكدرها، ما بال حبي وهل يصفو مع الكدر؟ لا والله. ما لي أكابر في لقياه وأسفي، ما لي أكلمه في غاية الحذر. غدا سأحبسه إن مر في هدبي، وأعلن الحب حتى آخر العمر. هي تقول، وكأنها حين تلقاه تحدثه بالكحل والهدب والأجفان والحواري. لكنها قطعت من دون بينة، وخلت الحب للأوهام والسهر. يا آية الحسن في ضبي النهيم به، في كل يوم يرى في أبدع الصور. كالبدر حين يرى بالغيم منتقبا، وقد يرى كاملا في أوسط الشهر. الله. عيناه سبحان من سواهما، فهما شيء من الصحو في شيء من السكر. ورب خال بمجرى الدمع مرتسم، بين الخديد وبين الأنف معتجر. كأن جونا على جون، الجون الأسود والجون الأبيض، الأبضات، من كلمة الأبضات. ورب خال بمجرى الدمع مرتسم، بين الخديد وبين الأنف معتجر. كأن جونا على جون يحاوره، كأنه راهب في معبد نظير. يرد حر الهوى بالبرد مختبلا، ويترك الهائم الولهان في السعر. عانيت فيه الهوى سحرا يطلسمني، وذقت فيه الجوى ليلا على سحري. والثغر ورد وعقد الياسمين به، كأن منطقه فيض من الدرر. ونونة لم تزل في البالغة مشرقة، منذ التقينا وعيني كذبت بصري. يا من سبانا بطرف من لواحظه، ماذا لو أنك قد أنعمت بالنظر. ماذا لو أنك قد أمعنت بالنظر. الآن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير قبل أن نواصل، ما رأيك؟ مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد
2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من بيت القصيد رفقة الشاعر السوري الجميل ابن منبج الشعراء والخط الجميل أيضا أستاذ عبد الجليل عليان. جميل فكرة الدمج ما بين الخط العربي والقصيدة، هل سبق وكتبت قصيدة مثلا بالخط العربي؟ نعم طبيعي. لك تجارب خطية أيضا لشعراء كبار، مثلا كتبت مثلا أبيات من قصائد للمتنبي، قصائد لشعراء معينين؟ نعم نعم. لفتت انتباهك؟ نعم، لكن أنت اسمع هذه الطرفة. تفضل. كنت في المكتب أخذ اتصل بي الأستاذ أحمد الباري، أستاذنا أحمد الباري رحمه الله الشهيد، نعم، خطاط المصاحف الدمشقي المعروف. اتصل قال أنا بحثت في دمشق ما وجدت، لازمني قشر الرمان، أحتاج قشر الرمان، ما وجدت المناسب. فأمنت له تشوال قشر الرمان، كيس قشر الرمان، وأرسلته. لماذا يريد قشر الرمان؟ هو قال أنه أشياء صحية، فأنا يتعلق هو يبدو في صناعة الورق، معالجة الورق، نعم، يريد أن يصبغ الورق. فأرسلت له على الجوال رسالة، كتبت له يا ربي يا باري الأكوان، حيرني الباري في أمره، فتنتني أزهار الرمان والباري يبحث عن قشره. الله الله، جميل. فتنتني أزهار الرمان والباري يبحث عن قشره، لكنني أبحث عن شمس الضحى الآن حتى تقرأها. وطبعا كتبت الأستاذ أحمد قبل شمس الضحى، كتبت الأستاذ أحمد الباري قصيدة طيبة رحمه الله، وأرسلتها له ونشرتها على حياته يعني، وفرح بها الحمد لله. قصيدة طيبة تنصفه حقيقة رحمه الله. رحمه الله. إلى القصيدة. شمس الضحى من قصائد الشباب. تفضل. من مثل حالي ليله شمس الضحى ونهاره سطر تألق وامحى. الله الله. من مثل حالي ليله شمس الضحى ونهاره سطر تألق وامحى، ضيعت زورق رحلتي في بحرها، وحدي أنا أمسي وأصبح سابحا. كانت جميلة جدا. ما بين ليلك يا نجيمة والضحى، ضحك الجمال على الخدود ممازحا. سحر يغازل فجره يا حلوتي، طاب الهوى والشوق في قلبي صحى. الليل والبدر الجميل تصافحا، حتى دنت بحرورها شمس الضحى، والصبر والحرمان يعتصرانني. يا ليل هات الكأس نشربها ضحى. الله الله. الليل أرخى شعره وترنحا، وأدار لي كأس الغرام وطفحا. يا ليل عفوا قد شربت وعفتها، وتركت للندمان دائرة الرحى. وتركت للندمان دائرة الرحى. إلى إحساس ربما كان مغايرا، ضعها هنا لا مشكلة، ربما كان مغايرا بنسبة، أعطني إياها. إلى إحساس مختلف، ربما كان مغايرا بنسبة 180 درجة، نذهب إلى دم وحليب. الله يذكره بالخير، وأوجه له تحية. تفضل. الشاعر. من الشاعر؟ صلاح الحسن. صلاح الحسن صديقنا الجميل. تفضل. يعني كان يحتج في عندما كتبتها، لكن أتوقع الآن يعني بعد ما شاف الدم والحليب كيف تختلط يعني لن يلومني بعد. دم وحليب، سيزول استغرابه بعد قراءة وسمع هذا. طبعا احنا كنا في دمشق وذهبنا إلى العراق، الآن في حماة. تفضل. حماة 1982. يا الله. إلى حماة إذن في هذه القصيدة. أدمع أم هو الرطب الجني؟ أدمع. أدمع
أو هو الرطب الجني على الخدين يلقفه الصبي، وثان يرضع الثدي المدمى ونحر الأم مخضوب دمي. يا الله. يكرر عسكر الطاغوت دهما: ولا عمر هناك ولا علي. وكان أمامهم إذ ذاك يمشي من الجيران درع آدمي، فصاح بوجههم لما رآها: قتيلتكم ولا يدري العجي. نقتل بعضنا ظلما وجورا فلا تعجب إذا جار القصي. نقتل بعضنا، نقتل بعضنا ظلما وجورا فلا تعجب إذا جار القصي. ألا من يبلغ الأضعان أني من الطاغوت في وطني بري. تفرقنا إلى أحزاب شتى وكل قد تزعمه دعي. تفرقنا إلى أحزاب شتى وكل قد تزعمه دعي. يا الله، هذه الأحزاب الفاسدة التي لا تلتقي مع رؤى الشعوب الباحثة عن الحرية، أما من صحوة، أما من ضمير، أما من إمكانية إلى إعادة التحامها حقيقة وانتماء مع الجماهير الساعية للحرية. وهي هاي يعني الأحزاب هي مصائب البلدان الحقيقة يعني. نعم. أنا ضد التحزب أتكلم هذا الكلام، ونرى الأحزاب يعني هي عبارة عن سفن يصل بها طالب السلطة إلى السلطة. نعم. ربما يعني هذه الأحزاب التي يعني تسعى إلى الحفاظ على نفسها في سدة الحكم، وإن كان حتى على حساب أنين الأرامل وبكاء الثكالى والضحايا المعذبين، ربما لا يراعون حرمة امرأة أو حرة عربية تصرخ اليوم بأكثر من مجرد ومعتصمة، تصرخ بضمائرنا النائمة. ما المطلوب أو كيف تتخيل صورة المستقبل حال تواصلت هذه الحالة من انعدام النخوة لدى كثيرين ممن لا يعيرون انتباها ولا شفقة لأصوات الكثير من الحرائق؟ الإنسانية في أزمات، تسونامي يا أستاذ، والله المستعان. الإنسانية في تسونامي، أزمات يعني هي قطاع كفتن، كقطع الليل المظلم بعضها فوق بعض يعني. سبحان الله، الله المستعان. نسأله أن يصلح الأحوال وأن يعني يهب بنسمة رحمانية من عنده فتتحسن الأوضاع التي نراها، وبجهود الخيرين والشباب الأحرار والأيدي النظيفة إن شاء الله. إن شاء الله. ونذهب إلى زمن أجمل. أنا متفائل جدا وأكرر تفاؤلي الآن، وأبشر ب يعني آمال جميلة نراها الآن في الأفق المنظور بإذن الله تعالى، رغم ما يتصارع معها من من ماذا بالضبط؟ يعني عمليات إدارة النيران من طرف من أكثر من طرف المستعمر يعني. نعم نعم، وأعوانه. نعم. بعيدا عن هذا الحلم الذي نتمنى أن يتحقق، يجب علينا أن لا ننفصل عن الواقع الذي نعيش حتى يعني ننصف مهما كتبنا من له حق لدينا. حقيقة مهما كتبنا يعني أنا خجل أمام الحبر وأخجل أمام الورق. نعم. حقيقة يعني خذنا الآن إلى الحرائر في المعتقلات من خلال قصيدة. مهما كتبنا يعني لا نضارع الواقع ولا نستطيع وصفه ولا أبدا. إلى حرائر الشهباء في المعتقل: يا أختنا في الحبس ما يجري هناك، يا أختنا. أنا أفكر: يا أختنا في الحبس ما يجري هناك، لا الدمع يجدي حرة وقت العراك، لا كل صرخات التوسل أسمعت جند الجبابر والرذيلة، لا أفكاك. لله دمعك حرة وأصيلة بلغت بقامتها إلى هام السماك. الله الله. تركت طعام الذل وانطلقت سنن، لم ترض أن تبقى القعيدة في الهلاك، خفت إلى التشييع. كان ذنبها أنها كانت في التشييع على فكرة، تشييع شهيد. خفت إلى التشييع في عرس الشهيد بموكب يحدو الملاك مع الملاك، حيث الشهيدة والشهيد
الشهيد مخلدون وأهلهم في جنة المأوى هناك. الله الله الله، جميل، معنى جميل. ما أعظم ما أعظم اليوم الشهادة موطني، طابت وطاب الموت يا وطني فداك. ما أجبن الشبيحة الأنذال يا وطني الحبيب، تضمهم في جانحيك. يتكاثرون على الصغير أو الكبير بلا شعور بالحياء، وما عليك. يقول لك بالنهاية هم كلهم سوريين، يعني كلنا سوريين، كلنا أخويا. أعد البيت الأخير. ما أجمل الشبيحة الأنذال يا وطني الحبيبة، تضمهم في جانحيك. يتكاثرون على الصغير أو الكبير بلا شعور بالحياء، وما عليك. عدم الضمير وكل إنسانية تنأى بهم عن مس حرمات لديك. لا شك هم أبناء هولاكو، وهم حقد المجوس معتق في جانبيك. نزعوا الحجاب عن الحريم بغلظة وبأقذع الألفاظ رشوا حرمتيك. يا الله، عيناك تنظر كيف قد سحلوا الحرائر في الشوارع، ويلهم من ناظريك أيها الحر. وعدوا على الطفل الرضيع، فهل هم بمفازة من عن سطوة في قبضتيك؟ وطني، أيا زين الشباب وخيرهم للدين والدنيا، انطلق من دهشتيك. الكون ينظر والملائك ركع أو سجد خشعت لباريها عليك. العالم المسحور يرقب نهضة خلاقة في الشام تبدو في يديك. الله، العالم، أعد البيت. العالم المسحور يرقب نهضة خلاقة في الشام تبدو في يديك. أنا قرأتها خلاقة في الشام ترجع رافديك. لا أعلم الله الله، لماذا الله جاء جميل في بالي هكذا. جميل جميل، أشكرك على هذا النص الجميل أستاذ عبد الجليل. يقودني هذا النص إلى سؤال أخير. التاريخ لن يرحم كل ظالم. ظلم الشعوب، ظلم أبناء جلدته، طغى وتكبر وتجبر بحقهم. في المقابل، هل تتوقع أن التاريخ سيعامل بالمثل من لم يصطف إلى جوار أبناء شعبه من الأدباء الذين كانوا قادرين على أن يحملوا هم وطنهم فاختاروا أن ينأوا بجانبهم؟ قراءتك الخاصة بهذا الموضوع. يعني هم درجات على كل حال. نعم، هم درجات على كل حال، وكل له درجته في الهوان والذل والإجرام. نعم. الشاعر كيف يضمن لتجربته الخلود ولاسمه أن يعيش في وجدان الناس والشعوب مؤثراً؟ هو شاعر الناس، هو شاعر الناس. وتحية لكل شاعر شعبي وكل شاعر جماهيري. حتى تصل إلى الناس، يصل المقصد من فكرة شاعر الناس للمقصود الذي يكتب بلهجة الناس الدارجة، أم الذي ينتمي إلى أوجاع الذي يكتب هموم الناس؟ البارحة يعني أحييه الآن من على هذه الشاشة، وهو لم يكن يتوقعها. نعم. الأستاذ عبد القادر الحصني. نعم. كتب على فيسبوك، تابعوا أقلام الجماهير العادية واكتبوا وانظموا همومهم أيها الشعراء، وانظموا كتاباتهم. الله. يعني يجد أن كتابات الشعراء لا، كتابات الناس العاديين التي تحكي عن المعاناة وعن الآلام أفضل من كتابات الكثير من الشعراء، لأنها تنتمي إلى هموم ومشاعر العامة من الناس التي يعزف عنها ويبتعد للأسف كثير. نعم نعم. من الشعراء. هذا التوجيه صحيح. نعم. حينما نتحدث الآن نحن مثلا عن الجراحات الرائفة والقلوب النازفة هناك في ساحات التحرير والخلاني والحبوبي في بغداد مثلا. نعم. وفي عموم العراق، ما المطلوب من الشعوب حتى تنتزع حقها في الحرية؟ ما المطلوب حتى تكتمل أفراح وأعراس الحرية لدى الشعوب باعتقادك؟ أريد للشعوب أن تشتغل على مبدأ اللامبالاة. نعم.
الضرب في جاري دعني أنا، يعني الضرب في أخي دعني أنا، هذه اللامبالاة كرسها الحكام المأجورون العملاء طيلة العقود السابقة، وينسون فكرة أنني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تماما هذا المبدأ أن أكون، أن يشعر الإنسان بأنه حي وأنه مسؤول، نعم، ولا ينام دون عمل ودون تواصل وتعاضد مع أخيه الإنسان، وإلا فالأوطان تذهب إلى ماذا يعني؟ إذن في هذا التسونامي. فكرة الانتماء إلى جراحات الناس حتى تكتب للقصيدة ولشاعرها الخلود. إلى ذكرى دمشقية كمسك لختام هذه الحلقة. تفضل، اخترنا دمشق أن تكون مسكا للختام. والله جميل، الله كريم، وإن شاء الله نجتمع هناك بإذن الله. الله تفضل. كريم. ذكرى دمشقية. نعم. أتيت دمشق أنظر في معانيها، ويا ما كنت قبل اليوم آتيها، فألقى الورد والياسمين يعبق في نواحيها، وألقى منك قهوتها وأهليها، وكم كانت وأنت حبيبتي فيها، وهذا اليوم وأسفي أراها منك خالية، فأشرب قهوتي وحدي وتسقط دمعتي فيها. يا الله ما أقساها. مضطر أن أقول لا، فضة فوق رغم ما فيها من أحزان وما فيها من دموع لا تزال ساخنة، رسالتك ووصيتك إلى حماة الإنسانية من أحرار العالم في ختام الحلقة، ماذا تقول؟ الصبر والمثابرة للإنسان الحر والأمل بالله، الصبر والمثابرة والاستمرار، ليس لنا إلا الاستمرار. نعم، متشبثون يعني بالأمل. أبد متشبثون بالأمل رغم فداحة الألم طبعا. يعني بعض الناس يقولون نحن مريضون بالأمل. نعم. أجل، إذا كان مرضا فما أحلى. إذن لابد أن الشمس قادمة. أبداً. بإصرار الشعوب. أبدا، أكيد. أنا جدا كنت سعيد في هذه الحلقة، رفقتك أستاذ عبد الجليل عليان ابن منبج الحرة إن شاء الله، إن شاء الله. ابن سوريا إن شاء الله. الخالدة التي لا تقبل القسمة إلا على أبناء شعبها وأبناء شعبها فقط. شكرا جزيلا لك على تشريفنا اليوم في بيت القصيد. العفو، الشكر لك ولكادر القناة، قناة الرافدين، أحييهم جميعا. هذا واجبنا. وشكرا للعراق العظيم اليوم. دام العراق العظيم ودمشق والقدس وكل أوطاننا العربية. شكرا أستاذ عبد الجليل. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.